بعد قرابة 3 سنوات في السجون الإسرائيلية أفرج عن عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بعد فشل الادعاء في إقناع محكمة عسكرية إسرائيلية بتجديد حبسه. الوحدة 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 الوحدة. الله يرضى عليك. هكذا استقبل عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أولى لحظاته مع الحرية بعد اعتقال دام 3 سنوات في السجون الإسرائيلية بتهمة انتمائه لتنظيم معاد لإسرائيل. الدويك الذي اعتقل في إطار حملة إسرائيلية شملت 46 نائبا من حركة حماس تعهد بالعمل على تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية. أن يستعيد المجلس التشريعي الذي نقف أمامه الآن دوره الرائد والطليعي، وها هما أخواي وباقي إخواني من نواب الشعب الفلسطيني نقف لحمة واحدة من أجل إعادة اللحمة ورأب الصدع واستعادة الوحدة الجغرافية للوطن الفلسطيني الواحد. كان يمكن لهذا المشهد أن يستمر بطريقة مختلفة لولا المفاجأة التي كانت بانتظار دويك في رام الله، فقد أغلقت أبواب المجلس التشريعي في وجه رئيسه الذي كان يستعد لاستئناف عمله كرئيس للهيئة التشريعية، ومنع دويك وأعضاء المجلس عن حركة حماس من دخول المقر في خطوة توحي بأن المهمة التي التزم بها رئيس المجلس لن تكون سهلة حتى داخل البرلمان الذي يرأسه. يعني كخطوة أولى هذه لم تكن خطوة موفقة من قبل الإخوة القائمين على المجلس بإغلاق أبواب المجلس وإغلاق مكتب الدكتور عزيز دويك في نفس لحظة الإفراج عنه. كان الأولى أن يبقى هذا المجلس مفتوحا لكي يكون مآلا للشعب الفلسطيني، أما أن يغلق المجلس أمام الدكتور عزيز في هذه الساعة أعتقد أنها يعني لم تكن خطوة موفقة، وهذا دليل أن هناك من يريد أن يعطل الحوار وأن يعطل الاتفاق. إنهاء الانقسام إذا ما تم سينهي كل ذيوله وكل مظاهره بما في ذلك في المجلس التشريعي، وأعتقد أن بإمكان الدكتور عزيز وكافة القوى أن تلعب دور أساسي في إنجاح الحوار في بداية الشهر القادم. وعلى الرغم من غياب النصاب القانوني لانعقاد المجلس التشريعي واكتماله داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ ما يزيد عن 3 سنوات تلت أسرى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في غزة، تتخوف أوساط واسعة في حركة فتح من تبعات هذا الإفراج الذي يعني المزيد من المماحكات القانونية والدستورية على شرعية الرئيس عباس في ظل فشل الحوار بين فتح وحماس في التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام الراهنة في السلطة. يبدو أن أبواب المصالحة التي حاول عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي فتحها مع الفصائل الفلسطينية وحركة فتح تحديدا قد أوصدت دونه عندما أوصد هذا الباب المؤدي إلى المؤسسة التشريعية التي يرأسها. من مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، هدي الوهدان، بي بي سي.